ولا كل اللي كانها مني انا. طب انا هروح لربنا وهم بقى ربنا يتولاهم، انا مش هبقى شايفه وجعتهم بعيني يعني، انا مش هبقى حاسه بيهم، انا هبقى بعيد وهو بقى ربنا اللي خلقهم يتولاهم، ياكلوا ويشربوا ويناموا ويموتوا ويعيشوا، ما خلاص ده قدرهم في الدنيا. انا عايزه ارتاح، كل ضغط عليا جامد، ما بقاش عندي حاجه، مش عارفه اعمل حاجه، عايزه اعلم، انا عايزه اوصلهم لبر ارتاح بيه يعني، اوصلهم لحاجه يعني احس ان انا عملت حاجه. اولا المرض ده ابتلاء، انا ماليش فيه، انا ماليش ان انا ربنا ابتليه بالمرض، انا عارفه ان المؤمن دايما منصاب والمرض حب ربه ابتلاه، انا مقتنعه بكده تماما. ولو كان جالي اكتر من كده وما كنتش ولادي اتحطوا في الظروف دي، انا عندي استعداد، انا عندي استعداد، اقسم لك بالله العلي العظيم، انا جيت ابيع كليتي قال لي انت عندك فيروس سي ما ينفعش. دي حاجه، هي الام كده على فكره، الاب هو مش كل، مش عايزين نظلم الابهات عشان كده كلهم. الجنه تحت اقدام الامهات اه والحنان.